جاء في قول الله تعالى: ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي بجد واجتهاد نحققكم به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. وذكر الحديث الطويل فيه فوائد. حديث الأبرص الأقرع: من يذكر لي ما هو الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ يوجد فرق في الرواية، ما هو الفرق؟ اللي قرأ الحديث حديث إن ثلاثة بني إسرائيل، القصص تذكر لنا للعبرة والاتعاظ لا للقصص فقط، وإن ثلاثة فأراد الله أن يبتليهم، إذا النعمة ابتلاء. ما الفرق في الرواية بين الثلاثة؟ في فرق. بسم الله. ثالث منهم أوقف، من هو الثالث الأعمى؟ ما الفرق؟ أنه شيخ حمد نعمة الله هو أكرم. هذا فرق. الفرق الثاني أنه نسب النعمة إلى الله عز وجل. هذا الثاني الفرق. قبل الفرق الأول اجلس، تعرف الفرق الأول؟ الفروق: الأعمى قبل أن تعطي النعمة ماذا قال؟ أن يرد الله علي بصري، صح؟ أما الأول الثاني: ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. إذن قبل النعمة متعلق بمن؟ الأعمى والأبرص والأقرع لا، ما في تعلق. بعد النعمة كان التذكير بالهيئة وبالكلام، جاءه في هيئته وفي صورته، ايش بقي أكثر التذكير منها؟ قال: لعل أعرفه، ألم تكن؟ قال: لا. أنكر بالقلب واللسان وجاءه صلى الله عليه وسلم. الأعمى مجرد رأى الأعمى عرف نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: قد كنت أعمى. ما قال له شيء إلى الآن. قال: قد كنت أعمى، ها، فرجع البصر. قال: لا. قال: فرد الله علي بصري، ثم شكر النعمة بالجوارح وباللسان وبالاعتقاد. قال: ها، فخذ ما شئت ودع ما شئت. لو يأخذ بين الجبلين: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لمن؟ قال: تريد تأخذ لله؟ خذ. لغير الله؟ لا، لا أعطيك. قال: قد رضي الله عنك، لو تنفق كل أموالك، والله هذا ليس بشيء الإنفاق أمام رضا الله، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. كيف؟ كيف كانوا أصحابا لك؟ كيف؟ لأن الصحبة تطلق على مطلق المشاكل. الصحبة هنا في ماذا؟ في الابتلاء. يقول: هذا صاحب هذا لا أعرفه، لكن هم في الجامعة الإسلامية، وهذا صاحب هذا لأنه من دولة واحدة، وهذا صاحب هذا لأنهم يعملوا في مكان واحد. مفهوم؟ نعم.